البرد 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 البرد، عرفتي البرد ديال الله، يرحم ربي الوالدين. لا صافي اخليها صافي ماشي مشكل، انا نشير هذاك المغاربه كاملين كينشروا حوايجهم كلشي كينشر. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا وعلى المباشر مره اخرى عاجل وعلى المباشر من غياث الغربيه وبالضبط من دوار المنادي اقليم تازا. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، لا زالت تغطيتنا مستمره في البحث وكذلك نقل اخبار وتنوير الراي العام الوطني حول قضيه الطفل هشام المختفي لليوم 33 بتازا. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، وما زال البحث ديال رجال الدرك الملكي مستمر، ووالده كما كتشوفوا معي وعلى المباشر مشاهدينا ما بقاش قاد يصبر على فراقه ودخل في حالة انهيار مشاهدينا، وخصوصا الان يعني دخلنا قبل قليل فلقينا السي عبد الله يعني قال لك الله غالب صافي ما بقيش قاد نهبط لا الواد امني لا حتى شي بلاصه. عيت عيت من 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 السؤال ديال الناس اللي كيسولوني، كل واحد كيسولني من جهه، عيت بالاتصالات كل واحد كيعيط ليا وكيقول ليا وكل واحد كيصيفطني مجموعه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في غنقدروا نقولوا ديال الالام. والله يسمح لنا هذا الوالدين. غادي نعرفوا اليوم مستجدات القضيه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في وعلى المباشر، كما يعني وكما شفنا تضامن ديال عدد او التضامن ديال المغاربه لا داخل الوطن ولا خارج الوطن مع الطفل هشام اللي لا زال لليوم 33 مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. وانتقلنا الى هنا من اجل انه ننقل لكم حقيقه ما وقع بالضبط، وكذلك لاعطاء الحقيقه للمتابع الكريم، خصوصا اننا كنشاهدوا انه بعض الناس اللي كتنقل بعض المغالطات وبعض الاخبار اللي كتكون في بعض العناوين انه تم العثور على الطفل، اما انه تم القاء القبض على فلان وعلى فلان، مجموعه من الاخبار مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في لا 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 يعني اللي نقدروا نقولوا انها لا اساس لها من الصحه، وانه الان نحن رفقه والد الطفل اللي غيعطينا كما كنقولوا الحقيقه ويعني وفين وصلت الامور وفين وصلت الابحاث لحد الان. وغنقولوا لبعض الناس اللي كت يعني اللي كتخدم بهذيك الطريقه ديال انه كتلعب على العناوين المثيره وعلى هذا الشيء، فكفى المتاجره بمآسي الناس، هذا هو اللي غادي نقوله. نعم اخي السي عبد الله، مرحبا بك معنا على المباشر. كي دايرين انتوما بعدا؟ وما عرفتش كما كنقولوا ما عرفتش السي عبد الله منين غادي نبدا ولا منين غادي نسولك ولا اش غنقول لك. كي داير الخاطر؟ كي داير الحاله؟ كيف حالكم انتم؟ كيف حال الزوجه؟ كيف حال الامور؟ الحالة ما كان شيء منا والو، نعم رحنا مصدومين وصافي، ما جينا كلاس ما جينا نعاس ما كان جينا حتى حاجه. نعم كان هود بدني كان قنط، كان طلع الدار كان قنط مع يقاب ثاني طلع. قرب الميكرو شويه عندك با. نعم رحنا مساليين اخويا مقعد عن الصحه ديالنا. وفين وصلت القضيه؟ كتبعت كتسول كتمشي للبريكاد؟ كاين شي اخبار؟ نمشي للبريكاد من عيطوا لي كانوا مشيو مع هذه شراني تما يتالف في السوق وصافي. نعم وشنو الجديد؟ كاين شي ابحاث؟ الجديد ما كاين حتى حاجه خويا، مازال البحث وصافي. نعم وهذه 33 يوم هذا النهار ما كاينش، ما كاين حتى خبر لا حتى حاجه. وبالنسبه لي زابيل اللي كيجيوك وهاد الهضره للناس اللي كيعيطوا؟ كلها وما يعيط كلها هو يقول الخبر ديالي. شنو؟ انا مبرزتين الراس ديالنا. سمعنا قلتي لي انه عيطت لك شي وحشي مرا كتقول لك انه شافته في شي بلاصه. واه قالت لنا شفته بعين بسبع عيون. اها قالت الدريري صغير بسبع عيون شفته نفس المشكل ديال الدريري ديالي. اها امتى شافته؟ قال البال نهار الاربعاء. اها ايوا قلت لها، قلت لها انا سير ولا شوف ذاك البلاصه. قالت كذا وسير للجندارم. واه قلت له واحد عيط للجندارم قالت لها النمره ضعيفه. والو لا والو. وشي اخبار من العائله ديال العائله ديال العريس؟ يعني شي حاجه شي حاجه من عندهم تما؟ شي حاجه ما بقاش اخي عيطوا عاودوا جابوا لنا تما يا كاع، حنا باينه غير مشى لي الدر مشى لي تما، اي الناس ما عاودوهمش كاع، العائله ديالهم بوجده في اي بلاصه ما جابوهاش. نعم خاصهم يجيبوا العائله ديالهم تما، انا هذاك الدر مشى لي تما وما مشاو بحال هكا. نعم يعني ما كاينه حتى حاجه. السلام عليكم. السلام مي فوزيه، كي دايره بخير؟ لاباس عليك؟ هانيه كي بقات الخاطر؟ لاباس عليك. لا اله الا الله، لا اله الا الله، امي انت الله يصبرك الله يكون معاك. نعم
كيفاش قلتي يعني ما باقي ما لحد الان باقي ما تلتحق منهم حتى شي واحد؟ مازال ما جابوهمش هذوك، ما جابوهمش العائله ديالو اللي حضروا معاهم في الصباح تما يمشوا بحال. ولكن راه هبطوا جاو البريكاد الرائعه شفناهم هبطوا، تم يعني تم الاستنطاق ديالهم وتم يعني اخذ كاين العيالات اللي ولاو كيعلموهم. كاين العيالات اللي هبطوا؟ اي كاين اللي ولاو. نعم. كاين ما هبطوش. وشنو الرد ديالك على بعض القنوات اللي كتخرج بعض الكلام انه لا راه هشام لقاوه هنا، راه لقاوه في دار، راه لقاوه، شنو تقول لهاد الناس هادو؟ ما يقول الناس الخبر اللي جا غير كذوب ما كاين حتى. نشوف امي فوزيه ونرجعوا عندك سي عبد الله. امي فوزيه السلام عليكم، كي دايره الامور بعدا؟ كي بقات الخاطر خليناكم يعني باش نسمعوا شي اخبار جديده ولا؟ السلام عليكم اخوتي المغاربه، قدامنا معايا انا نجبر ودي اخوتي المغاربه، انا ودي مشاني ما نعس ما عندي، انا بها نفيق بها نعس ما عندي نعش كاع. ولدي دابا شهر، هادي شهر وربع ايام والو، شهر وربع ايام ما كاين والو، شهر وخمس ايام عاد ماشي يعني شهر وربع ايام، اليوم 33 يوم ولا 34 يوم؟ شهر انا طالبه من خوتي المغاربه يشوفوا شهر بزاف. المهم انت يعني شهر دابا؟ شهر واحد، شهر هادي شريفه هي شهر. كي غديري؟ طالب من خوتي المغاربه يعاونوني، تعاوني معايا يجبروا لي ولدي، انا باغيه ولدي يولي لي، انا باغيه ولدي شري لي ولدي، انا ولدي ما عرفتش فين نمشى، واش مسكين ولا عايش ولا ما عرفتش فين نمشى. ولدي دابا هادي شهر وخمس ايام، شهر وخمس ايام ما شريف ولد والو والو، لا اخبار عليه، لا اخبار لا والو، لا يجيبو واش ميت ولا عايش ولا شي مؤمن يعيط ليكم ولا شي واحد زعما يجي يقول لك والو، ما كاينش كاين لا اخبار لا حتى شي حاجه والو يا شريف. هاد الدري انا وهاد الولد كان فلوس ورا ورا، هذا هو اللي كاين، كاين شي بقى البلاصه ديالهم هادي، البلاصه ديالهم مجروح تبقى بلاصتو بعدا، تبقى غير بلاصتو نقطة الدم. مع السادي روح روح اسيدي، روح اسيدي وهاتيك، هادي شهر دابا شهر شهر والولد ما عليه لا اخبار لا حتى شي حاجة، كاين شي والو. انا نطلب خوتي المغاربة يعاونوني، مواطنين الصحافة والاخر، الله يحفظنا. احنا معاكم لالا، احنا 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 في هاد البرد هذا وجينا، وحنا حتى لعندك باش نوصلوا رسالتكم. الله يرحم الوالدين، انا باغية يظهروا لي ولدي فايق، واش ميت ولا عايش ولا باين ولدي، واش واكل ولا شارب ولا البرد ولا، انا ما عرفتش انا ولدي لين مشى، فين غبروا لي ولدي ما عرفتش انا، انا مزاوق فيهم في ربي يردوا لي ولدي، انا خصني غير ولدي ولدي، انا مزاوق فيهم في ربي الا ما يردوا لي ولدي. القضيه طوال تم فوزيه، فيهم في ربي الا ما يردوا لي ولدي، انا بغيت غير ولدي ولدي، انا بغيت غير ولدي ولدي، انا باغيه غير ولدي، ما باغيه حتى شي حاجه، الله يحسن العون، باغيه غير ولدي، ما كنعس ما ناكل ما نرتاح ما والو، الماكله كناكل داك العطا ما نعرف واش ناكل ولا ما ناكلش، لا بني انا سيدي راني هادشي على بني شي نموت، انا خصني بني يولي وصافي سيدي، انا بني خصني يولي، انا بني سيدي الدموع نشوفو مني، كنبكي ديما في النهار في الصباح ديما كنفكرو كنبكي، انا ولدي خصي يولي، يا انا ولدي انا بغيت ولدي ولي، بغيت ولدي ولي سيدي، ويدارو لي بني واش ميت ولا عايش، انا خصني بني ولي. انا ولدي سيدي ما كاينش الناحيه ديالو، واش هادي شهر دابا شهر، هادي دابا شهر سيدي ودري والو، الريحه ديالو ما كايناش، الريحه ديالو زعما غريب، هادشي غريب، ايوا هادي ماشي غريب، واش سيدي الفلوس كون مشى كورادار الفلوس حمام الناس يكون مربيه في الدار مشي ابقى الاخر ديالو، وهادشي كيخليك تقول لاله فوزيه كيخليك تقول واش واش هاد الدري بعدا واش مشى لدار العرس ولا ما مشاش، واش هاد الدري وصل سيدي؟ الدري انا مشى لي من تما، مشى لي تا موطا، انا الولد مجالي من دار العرس ما مشى تم وطع من تم قصيده، انا خصي صحاب العرس يشوفوا واش عندهم شي عداوه مع شي حد ولا عندهم شي عداوه مع شي عائله ولا شي حاجه، اصحاب العرس خصهم يجيبوا لي ولدي لا يمشى، اصحاب العرس خصهم ولدي يشوفوا لا يمشى. نعم. واش الولي صغير ماشي يمشي، واش ماشي هرب، واش هذاك مسكين صغير كاين الفلوس فلوس هذاك فلوس اش فيه ما يمشي ولا اش فيه ما فيه شي مسكين قال لي ولو ما يمشيش هذاك يمشي يمشي هذاك، انا خصني سيدي ولدي يدار. لاله فوزيه ملي كيجيكم شي اتصال المغاربه والمواطنين يعاونوني ولدي يدار، انا خصني ولدي يبان وصافي، انا خصني ولدي يولي ليا وصافي، انا ولدي ما كان نعرف ما كان ناكل ما نرتاح ما والو، انا نفكري بابني غير بابني كنفكر حتى بحاجه، وكان هي مات قدامك ولا هذيك ولا بردت سيدي، ولد عبينا صحه سلام ولينا بلا فيه، ها ولينا بلا فيه، ولد عبينا صحه سلام ما فيه مرت ما فيه حتى شي حاجه، وتا واحد ما بغى يدخل ليه الراس وهاد الطريقه كيفاش مشى؟ هادي راه ماشي غير ما تدخلش ما تدخلش اسيدي، هادي راه جرحت الاخر كل العالم كله والام كله،
كل شيء يسول كل شيء يسكتوا كل شيء. نعم، وشنو تقولي للمغاربة اللي تضامنوا معاك واللي يهزوا معاكم الهم؟ الله يرحمهم الوالدين، الله يرحمهم الوالدين وجازيهم بخير، لا الصحافة ولا المواطنين ولا كل شيء ولا السلطة ولا كل شيء، الله يرحمهم الوالدين، الله يرحمهم الوالدين وجازيهم بخير. شنو النداء ديالك لالا فوزية؟ ردي لي ولدي ويرحمهم الوالدين، ردي لي ولدي وانا مزاوقة فيهم في ربي، ردي لي ابني لا ميت يدارو ولا عايش يدارو، غير ميولي في زنقة يرمي وش يموت يرمي وش يطب يرمي مجبور يرمي ولي، خلي ردي لي غير ولدي، انا باغية غير ولدي، ما باغية حتى شي حاجة سيدي، باغية غير ولدي ولدي. انا ما نموت على ملي ما الله يسمعك اخبار الخير، الله يسمعك اخبار الخير لالا. سي عبد الله يعني للاسف والله العظيم الا كنتمناو انه ملي نرجعوا ان شاء الله وحنا فرحانين بالعوده ديال الابن، ولا على الاقل العثور عليه ويبان وتفرج عليكم وتفرج كذلك حتى الناس الاخرين، باش نكونوا واضحين حتى الاسره الاخرى حتى الاسره ديال العريس يعني اللي هما الان يعني توجهات لهم بزاف ديال الكلام وبزاف ديال الاتهامات بانه يعني الولد مشى من تما، شكون اللي سهل العمليه ديال انه مشى من تما، هذا الشيء كامل يعني حتى واحد ما هو في خير كما كنقول، حتى واحد ما هاني. بالنسبه لكم انتم اليوم كاسره يعني شنو في نظركم شنو يعني النقطه اللي كتبان لكم قريبه ان الولد راه تما منين مشى؟ ما عند هذا ضروري عندكم مسؤولين عليهم، من البلد ديالي انا مشى لي من تم، ما عارفين شكون اللي داهلم ولا بيناتهم. انا بني هذا كان عارف انا ذاك عبد الله تقدر مثلا مسؤول على ذاك الشيء. شكون عبد الله؟ هذاك عبد الله نسيب مولاي السلطان. سمي قول خو ما تسميش لينا، قلنا خو العريس او لا كدوي على خو العريس. نعم علاش مال خو العريس؟ واخا هو اللي مسؤول هو اللي عارف تمايا، انا مع الخطه ديالو ما عجبتنيش هذيك، كيكذب وكيدخل ويخرج الهضره وكلش. فين بان لك الكذوب السي عبد الله؟ ها؟ فين بان لك الكذوب؟ كيدخل ويخرج الهضره كلش مع الصحافه مع كلش. ياك واه تما بلا بريال كل شيء تما، يخرج ما يعاود الخبر ديالو. وهذا الشيء ما غيخفاش على رجال الدرك الملكي انهم غادي يعرفوا الا كان كيدخل ويخرج. انا نرد كنقول لك انكروه، لا تعرفوا علاش لقاش شتو، لقاش شتو هاي ولا قال لهم في الاول قال لك ما شافوا هاي الاول قال ما شتو تعرفوا لقاش شتو. سيدي ما هو اللي مسؤول عليه، هو اللي مشى لعند الشوافه، هو اللي قال معاه الشوافه هاي قاز مشى عند الشوافه. هو اللي مسؤول، وذاك الشوافه خصهم حتى ما يبحثوا معاها، هي خصهم يبحثوا معاها. داك الشوافه علاش مشى لعنده؟ واش عنده شي حاجه معاها ولا بيناتو هو وياه؟ هذاك شي حاجه في الراس ديالو هذا، انا خصهم يبحثوا لي مع هذاك، انا ما نتابع هذاك نبقى متابعو، انا ما غاديش نطلق منه نادي. اذا انت الان يعني كتوجه اتهام مباشره لهذا الشيء. نعم يبان ابني ميت ولا عايش ولا مات، انا هو مسؤول على ذاك الشيء، انا ابني مشى لي من تمايا. الا مفاهم مع اصحاب الكنز هو، والا مبايعو هو، والا شي حاجه هو، انا نعرفه هو، انا راني متابعو مع السلطه تابعو. ما بقيتش منه نادي. ما بقاش قاد يصبر مسكين، واخا انا غادي ناخذك بلا تنساليو ناخذك. واخا ما نكذبش عليك يا اخي، انا بالحقيقه غادي نقول قولها هنا نقولها بلا بريكا نقولها بأي سمعت بلاد. سمعت انا سمعت قبيله قبل ما نبداو ان الطوموبيله هبطات لهل بندريس السبت ديال هل بودريس. جات سوايع هو شاعر الطلوبين يلا جات كان شي شاعر هو هذا هو يا ود معايا لهل بودريس ولات كنتي معاه؟ اه ولينا انا ويا ولينا طلعنا ولينا ودنا ديك الساعه. كاين مشلو فيها شوش عليه بلا ولا ان ملي كيشوش هو كيشوش بالطلوبيل. ما يشوش بالطلوبيل. كيشوش بالطلوبيل بوحده، ما كاينش يشوش بلا معاه. راه العيال شافوه مني خرج من الدار ومني مشى. شافت المرا خايرة هذيك راه قالت للصحافة. قالت المرا خرجي بالطلوبيل بوحده. الحمد لله السوايع. وخرجت انا قبل منه وجبرته ماشي بالطلوبيل بوحده. ما قالتها لواحد يلاه. انا قلت انا للدراك. نعم. قلت له وهذا الشيء نفاه. انا ملي تلاقيت مع السي عبد الله رانا قلتها ليه قلت ليه قالوا لنا الناس انك ساعتين وانت غابر بوحدك ولا ساعه ونص. هو بوحدي وقطع من مورايا هويا. قال لهم انا مشيت من مورا كيفاش انا سبقت ولا تما هو قال لهم انا راني مشيت. ومشيت كبت مع عبد الله انا تا قطعت الدوار عاد الحق بيا مشى لذاك الدوار لهيا ولا عاد جا لعندي. اه جات شويه. هو شاف الطوموبيل. كيشوش بالطوموبيل يعني كيقلب الطوموبيل. واه كاين شي واحد يشوش عليه بالطوموبيل. وكي غيدير لها يعني الطوموبيل غادا كيفاش غادي يبان ليه وليد راه ما عارف هو ماشي مع التركان يشوش مع التركان هو ماشي هذاك عنده الموتور ماشي هو من موراه
فهمتك فهمتك. زعما ماشي حتى 100 متر هذاك المسكين ما يمشيش. صحاب العود سولنا لا يمشي، صحاب العود سولنا ولدنا فيه. زعما واش ولدك مالو غادي بالموطور باش غيتبعو بالطوموبيل؟ وانا خصني هذوك يجي يحقوا معاهم، داك صحاب دا عائله ديالو وكلشي يحقوا معاهم من غير يحقوا معاهم. لا ما جابش بناته. كيفاش باش 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 بناته، هاي بناته كان مشات تما اللي محقوا معاهم. بنات من؟ بناته هو خواتاته، خواتات العريس وعبد الله. ما بحثوش معاهم؟ لا ما بحثوش معاه، ما هي طلع عند طلع الجندريه تمايا بحثوا ميلا الصباح هذاك يا سيدي. اها ما جاوش لا بريكاد؟ لا ما ودهمش، ما ودهمش عائلته، كانوا كل شيء عائله ديالهم. اللي من وجده هادو؟ وجده وحده في الاخر، وحده تما بوشفاعه وحده في الاخر. النساء ديالهم؟ بنات خواتاته. خواتاته اه، هما اللي كانوا عندهم الاولاد تا هما، كانوا عندهم الفراغ. الدراري صغارين وليدات لا. وهذوك الوليدات الصغارين ما شافوش ولدك؟ كانوا يلعب معاهم؟ وقالوا الجندر قالوا شفناه، زعما قالوا لهم شفنا الوليد. كان يلعب معاهم؟ اه كان يلعب معاهم. وما شافوش الولد شكون اللي جرو ولا شكون اللي داه ولا شكون اللي؟ ما نعرف دابا يدخلوا المدرسة الداخل. ما دخلوا الداخل كل شيء كنا غادي دخلتوا كاملين وخليتوا غير هشام بوحده. ناخذنا نقلبوا على الولد جبنا الفريخه وكل شيء في وسط الدار، الولد والو. الولد اسيدي انا الولد مالي العز وشوف هو اللي فين مشى. انا نشوف هو اللي الولد مالي العز، يا جا عندهم شي حد براني هيما ولا عندهم شي عداوه مع شي حد هيما ولا يمايا. انا مالي العز خصني نشوف هو اللي الولد فين مشى. انا ما هي قدرون ماشي خطوه يزيد به، ما هي سيدي مدينه ماشي ناخر. نعم راه العربيه سيدي عربيه، عربيه حنا الاولاد نطلقوهم. الاولاد يطلعوا قراو بواحدي تما ما يخطوهم الناس. الاولاد يديروا هنايا بواحدهم اللي ما يعبوهم ليش. صحابي الكزري ما عبوه ليش. ودابا تبارك الله تبارك الله هشام راه هو السادس. ايوا راه الاولاد تبارك الله كلهم كابرين عادي، كلشي كابرين عاديين هنايا. ها حتى واحد ما مشى لهم فيه ما حتى حاجه سيدي. انا الولد واش صحاب الكزري عبوه لي هنا مداري، عبوه لي مداري يعبوه ما يزول في الليل وما تمرتناش بهم. انا الولد يشوف لي صحاب العرس، صحاب العرس يخرجوا لي ولدي فاير يبين ميت عايش فاير فيها فاير. انا وما يبينوا لي ابني ملي هبطوكم ما عندهم جيران بزاف، ما عندهم اسيدي يقدرون على الطريق، ما عندهم شي فيلاج ماشي يقولوا ماشي راه دار شي واحد براني ولقطوه ما والو. هي عائلته مهمه، هي صحاب العرس والعائله ديالها يعني مع بعضياتهم. اي بعد مع بعضياتهم ما كاينش شي حد واحد. وانتم شحال كنتوا انتم سبعة الناس ولا ثمانية الناس معروفين؟ أنا ثمانية الناس بينا مشينا من هنايا مشي فوركم. جوج جاب ثمانية، الدري ديالي ثمانية مسكين ديالي. وأربعة العيالات والدري 30 يوم لا راه 30 يوم خصي فوزية بزاف. أي ماشي 30 يوم، راه هذه شهر وخمس أيام الشريف، هذه ماشي غريبة. خلي الداه هذا يعني شنو غيديروا به؟ ما نعرف شي يقيو به صافي صغير مسكين ما يهضر ما ينطق. عندك العين مع شي بنادم كبير أسيدي. خذ معاه بنادم كبير، علاش داك الصبي؟ شعداني على داك الصبي انا، يلا شعداني على داك الصبي نهز انا الوليد صغير ومسكين ونفرقوا على والديه. واش راه يفيق من عاس يعيط ماما، واش يعيط بابا، واش يعيط، يلا شكون يجبر حداه يلا. الا كان زعما عايش، الا كان قتلوه مسكين راه. اودي كنتمناو من الله هذاك طاير من طيور الجنه، نتمناو من الله يا ربي يحفظه يا ربي يحفظه. من حبابي ولا كان معنا عبد الله يخذ الله يخذ الحق ديالنا يا ربي ديالنا. لهلي 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 يخذ يضرك امو انت يخذ الحق ديالنا وديالو. انت كام الصبي وديالنا اليوم لا معلقين حنايا ومعلقين انتم ومعلقين كل شيء معنا. هذا واجب الوالده، حنا ارتحنا عندنا وليداتنا ارتحنا اباء ارتحنا عندنا. ما ولا يبيع ولده ولا الشريف يبيع ولاده ويرميه ويمشي تيموت ديكرا للجدر ميا. لا كاين شي حد الشريف شي في لا هايكو قلبت بينا الطلب يقول احنا كل شيء في السبيطار سيدي. نعم احنا نظلموا على الصحافه، نظلموا على السلطه، على المغرب، على كل شيء سيدي. انا نقول شوفوا لي صحاب العرس يخرجوا لي ميت ولا عايش في ذاك الدوار فين مشى. صحاب العرس يدوها ما ودهمش لا بريكات هذيك كلش قد يبقاو تما كاودين كلش خصهم يبحثوا بناته وخواتاته وكلش خواتاته هو الراجل الشارف وكل شيء وخواتاته من الاخرين. نعم واحد راه بني وراي اللي هنا جوجه بني وراي واقع اللي جات الاخر وهذه يعني. ونديروها هي براسها جايبه معاها الاولاد وجايبه معاها هي جايبه الوليد ديالها. وهي واش غدير لك الوليد معاها؟ ما لا ما شاي ما دي شاي ولا عندي خصهم يبحثوا ما زين حتى ما خصهم يبحثوا ما ما هي ما دي شاي كامل عندهم وليداتهم كامل وليد معاها ما يلعب تمايا. ونخرجنا ندورو على الوليد جبنا الفرخ ديالهم لداخل وسط الدار كلش الدري صافي مشى خطفوه داك الساعه يمكن داك الساعه. وراه هذا هو السؤال، علاش من بين هذوك الوليدات كاملين كلشي دخل للدار وداك الولد اللي بقى برا؟ كلشي دخلوا للدار اسيدي كلشي دخلوا للدار وما نعرف قلبوهم ولا دخلوهم ولا ما نعرف. خلوهم خلوهم والوليد لقطوه اسيدي
راه الولد خصهم مالي العود يخرجوا لنا مالي. ورا شفتي 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 ان حتى الكلاب المدربه الكلاب المدربه ديال الجندارم راه كيدوروا على الدار كيدوروا على الدار تما غدا يا يدوروا هي تما وهم طافين زنا هي تما كيمرغ داك الحويجه ديالو دي داو هنايا داو من الموس كيمرغ تما داك الاخر منين نزلنا وكيدور بالدار الوليد اسيدي مرفوض ماشي وكان ماشي على رجله كوش بالريحه انا يخرجوا لي موالي العز اسيدي انا ولدي داو لي موالي العز انا نقول لك طيطه العربيه والله ويطيروا لي راسي مالي العش ولي ولي لا يمشي عندي مع دوال مع شي حد يقولوها عندي شي حاجه مع شي حد يقولوها مالي العش خرجوا لي ولد ما عندي من ناس برانيين ما عندي من عائلتي يا عائلتي ندي تماي ما عندي حتى شي واحد انا الوليد ديته معايا صدقت ولايه بلا بيه صعيبه الوالده صعيبه صعيبه الشريفه صعيبه ماشي صعيبه زيدي ماشي صعيبه راه هذه هذه راه تحر بها هذه ماشي صعيبه واش الناس قدامي وشتو واش مرت فين سميت لك شي وليده لاله فوزيه فين سميت لك شي وليد واه ميت شنو باش شنو مات مات مسكين مرتو في سخانه ولا شنو مات شحال في عمره مات شي 3 شهور واقيلا كان باقي صغير مسكين صغير الله الله وبرجتنا عبا ربي ما ما نخلقو تردو بالموت هذا قضاء الله وقدر ربي اللي بغى ما نخلقو تردو كان ممكن يموت في الكرش كان ممكن نعم ولا تا يكبر وتضربوا شي حاجه ولا هذه راه هذه الدنيا افات هذه ولكن على الاقل بعدا تشوفي تشوفوا تشوفوا ما هذه العبد هذه هذه حرقه خايبه حرقه جرحه ما نحيدش من راس ما تبرالكش هذه ما تبرالكش هذه انا ولدي خصهم يما يشوفوا لي لا يمشي انا ولدي يما دي دارو مالي العرس يشوفوا لي ولدي فاير انا من تما مشى لي ولدي ويما دي متفاهمين على كلش ما عندهم حتى شي حد براني هي جا خواتاتو وهمايا ونساب نساب هذا اللي كاين تمايا انا مالي العرس خصهم يشوفوا لي ولدي برا ما حقوش معاهم جندار ما يهودي ما والو انا اللي في اللي في العلم لا لا فوزيه الله يجازيك بخير غير باش نصحح لك اللي في العلم ديالي انا واللي وصلنا يعني حسب المصادر ديالنا انه تم التحقيق مع جميع الناس ديال الدوار دوار كامل هبط لابريكاد واكثر من مره كاين اللي كاين اللي حقوا معاه اربعه المرات ثلاثه المرات من ما جابوهمش شكون معاهم وما جابوهمش شحال ولد علاش ما خلوهمش ما هادي ما فراسيش واه شحال ولد راه ما جابوهمش حقوا معاهم ولا لا جوج عيالات عندهم ولد جوج خواتات حقوا معاهم اي في الدار اي في الدار اللي قدام نطلعوا جون دار ما مشاوش لابريكاد ما وداش اي في الدار تما حقوا معاهم قالوا حق انا الولد ما شفناش ما شافوش الولد حنا جابوا غير داكشي اللي جبنا ما طلبنا الدور باينه والعيالات واقفين راه مزوجين الدري قدام باه راكب ما شافوش مايا ما شافوش مايا الوليد ولا حنايا شافونا وهبطوا تصليو على السلام على السلام ودخلنا سيدي مع الله خلى عروسه اربع ساعات ولا تسعه طلبنا الدري والو الدري ديك الساعه طيروا ديك الساعه ولا الراجل دخلوا قال وقفوا هكا باب الصاله وقال لي اجي عندي امي اجي عندي قهوه مصمت مسكين مع الباب مصمت مع الباب ولا البرا ديك الساعه طير واش كنت يا سيدي ما كاين حتى واحد دا طير راجل الشارع جالس برا جالس برا في الرفده بالرفده جالس برا ما دخلش كاع عند الداري اه جالس برا تحت داك هذاك الغله راك شفتها تما جالس سيدي هذا عبد الله قايد داك الساعه خرج سابق موراه كب حنس كذا وخرج سابق له تما برا يلا الساعه مع الوليد شنو انت ما دخلوا الدري الساعه طيره الساعه طيره انا ما خصني مالي العوس يشوفوا لي بني فايره انا ما نطلقش من نم من نم انا ما مشالي تا موطا سيدي مشالي من هنا واش مشالي من شي موطا اخر واش حنا عبانا الطير عبانا الطير حنا يا دري دري سيدي الطير بقى جرحتو الطير مع السال ولد الروح الطير اللي غيخلي راه يخلي لك صنيديله ولا يخلي لك شي حاجه ولا على الدري اش كان لابس واه راه صندال الدري مسكين كاين الفلوس لقطوه داي الساعه طيب والو الدري لا حول ولا قوه الا بالله سي عبد الله واخا اسمحي لنا لاله فوزيه شكرا لك نعم سي عبد الله شي اضافه كلمتكم الاخيره واخا يا خصني انا داك مول 207 مازال يزيد يحقو معايا علاش؟ مول 207 علاش يهز 207 ويهود حنا ولدنا ذكرى له وهو هود يخوي الخزانه قال لك كانوا معاه الشهود بلا الشهود خصهم يجيبوا داك الشهود باش خوا داك الخزانه وجابوا داك الخزانه ومازال خصهم من المخزن يعطيك الخزانه سمعنا ان ديك الخزانه مشات تقلبات الكاميرات اللي حطوها تقلبت الكاميرات وان خصني مازال يقلبوهم مازال يحقوا لي مع هذاك انا دخلني شي كتاب هذاك اها داك مو هذاك ما خاصوش يمشي من تما هذا مول 207 واه مول 207 اها اذا حنا عاودنا نذكر عليه على خاصو يبقى تما ما هو حرك حرك الطوموبيل قبل ما يجي الجندارم واه حرك الطوموبيل هو قبل قبل المغرب مشى واه وي مشى خواها مشى خوا الخزانه قبل ما يجي خوا معاه
زعما شنو يكون زعما كان فال وليد تما ولا شي حاجه؟ والله اعلم علاش ما جا ورا شي حاجه. ما يغوت ما يبكي ما شي حاجه براسه باش يهود هو الخزانه على سيدي، ما خاصوش يهود حتى يجي المخزن عاودنا نذكرها له خصو يبقى تما. هذاك خصني انا ندير حقو له مع هذا. نعم كلمتكم كلمتكم الاخيره الان، وقلت لي الناس ديال وجده انا سمعت انه تم التحقيق معاهم. سمعنا لاله فوزي دابا كتقول لك انه تحقق معاهم غير في الدار، سمعوا لهم في الدار. الدار ما هو جا قالوا لي انا حقو معاهم في الدار، قال قيدهم كامل القياده ديالهم ما هبطوش التليفونات ديالهم، خداو تليفوناتهم خداو المسائل ديالهم خداو كل شيء. نعم وكانوا يدحسوا قالوا لي كان يغني هو ونسيبه هو ونسيبه هو وعبد الله خصهم يقولوا لهم علاش كانوا يدحسوا. شكون هو؟ هذاك اللي مجدى كان كيدحس هو ونسيبه. واه هو ذاك عبد الله كيتشانقوا شافوه محلى بلا جايات كيتشانقوا. علاش غيتشانق؟ ما نعرف شي حاجه تحت راسي. هذا كيسيبوا اللي بوجهي. رسالتكم الاخيره؟ رسالتكم الاخيره شنو تبغي توصل شنو نداءكم؟ اسيدي نداء كنشكر الصحافه وكنشكر الدرك الملكي. كنشكر الدرك الملكي على الخدمه ديالهم. وكنشكر سيدنا الله ينصر سيدنا ويزيد في عمره. اللهم امين. والصحافه وكلش. نعم. وشنو كان يتكلم غاربه؟ اصحاب الكنز يحقوا معاهم. شكون اصحاب الكنز السي عبد الله؟ راه قال لك جبروا تما اصحاب الكنز جبروا اصحاب الدوار ويا حقهم على ذاك الاخرين. شنو تقول للمغاربه اللي كيشوفوك واخا ما فهمتكش في هذه النقطه الاخيره شنو بغيتي تقول؟ شنو تقول للمغاربه والناس اللي كيشوفوك؟ المغاربه كان بغيهم يتضامنوا معايا ويتعاونوا معايا ولا شافوا شي حاجه ولا شافوا لي ولدي ولا شي حاجه يجيبوا لي الخبر ديالو ولا كنشكر المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. تحياتي ليك مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي كما كتابعوا معنا هو على المباشر الان يعني في اطار التغطية ديالنا واللي لازالت مستمرة وكذلك البحث المستمر على الطفل هشام. كلنا هشام، هشام صغير اللي اختفى من بيت الاسرة لاكثر اليوم كما سمعنا 33 يوم واكثر. كنتمنوا البارطاج ديالكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي على نطاق واسع، عدد من المغاربة وعدد من المواطنين والمواطنات من داخل الوطن ومن خارج خصوصا متابعي واوفياء قناه شوف تيفي متابعين هذا الملف عن كتب. ويعني وكنلاحظوا لا من خلال التعليقات ديالكم لا من خلال يعني التفاعل ديالكم الايجابي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي مع القضيه ديال هذا الطفل هذا واللي صراحه الا ذكرتنا وما كنتمناوش انها تمشي لنفس المآل اللي كتذكرنا في الطفل حسين ديال الشوكه ايتباها واللي لا زال مختفيا لهذا اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. وكنتمناو انه ما نمشوش ما يكونش نفس السيناريو بالنسبه لهشام. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى وهاد الايام المباركه انه يبان في القريب العاجل وسمع اخبار الخير لهاد الام وهاد الاب اللي الله يحسن عوانهم. يعني كنسمعهم الان يعني مساكن يعني كيدويو في جميع الاتجاهات كيقول لك يعني كل شيء ما بقاو عارفين شنو 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 غادي شنو غادي يقولوا. اللي غادي ناكد عليه وحسب مصادر ديالنا دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي انه لا المول 207 ولا الخطاف ولا الناس يعني اللي كانوا تقريبا لا مول الحانوت ولا السيده اللي عرفت العائلات بزوج ولا السيد اللي كان حاضر تما. مجموعه ديال الناس اللي كانت حاضره تقريبا 17 واحد من عائله العريس و8 ديال الناس من عائله العروسه هادو كاملين دازوا في البحث المعمق ماشي البحث العادي كما كنقولوا البحث المعمق. وانت السي عبد الله وقيلا تقدر تاكد لي هذا الكلام انه تم الاستماع ليك انت والزوجه ديالك اكثر من مره والتحقيق معاكم اكثر من مره في مجموعه من 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 من, من, من يعني من من المشاهد ومجموعه من يعني الاخبار اللي وصلت للعناصر ديال الدرك الملكي وكان ضروري التاكد منها. كنتمناو انه يتم التركيز على مجموعه من النقاط وكنتمناو كذلك يكون التفاعل الايجابي مع هذا النداء ديال السي عبد الله الصغير ومع لاله فوزيه اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى الله يبرد عليهم. صعيبه وصعيبه 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 هو انه تكون يعني يمشي لك الفلده ديال الكبد ديالك الابن ديالك ولا بنتك انه يمشي بواحد الظروف غامضه وما تعرف حتى المآل ديالو. هاد الوليد فين مشى شكون داه شكون يعني بزاف ديال الاسئله كتوضع على على على, 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 على في, في, في العقل ديال هاد الناس هادو. غنقول لهم الله يصبركم والله يكون معاكم لانه ما سهلاش ما سهلاش ما سهلاش بجميع اللغات غادي نقولوها راه ما سهلاش على الام وما سهلاش على هذا الاب هذا اللي صراحه فاش كنا جايين داخلين والله العظيم الى واحد المنظر لقيناه مسكين يعني واقف وكيتسنى يعني واقف مقابل الطريق. والله الا ضريتيني في خاطري فاش شفتك السي عبد الله ديك الوقفه قبيله وحق الله الا بقيتي فيا وماشي حنا في الاول وفي الاخر كنبقاو بشر كنبقاو انسان
واللي ما يحسش بخون مسلم راه كما كنقولوا راه ماشي مسلم. هذا هو اللي كاين مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. كنتمنوا التضامن ديالكم الواسع مع عائله ومع اسره هشام اللي لازالت مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وعلى المباشر ننقل لكم الصوت والصوره من عين المكان بدون اننا نجلسوا في القاعات المكيفه ولا في المقاهي ونبقاو نطرقوا في العنتريات ونجيبوا في اخبار المغلوطه ونغلطوا الراي العام. ها نحن من قلب منزل هشام، المنزل اللي كبر فيه هشام، هنا فين عاش هشام. ما غتفوتنيش الفرصه انني نوجه الشكر لخويا اسماعيل، الاخت فاتحه ابو طاور وعدد من الاخوان وساكنه ودامليل وكل الناس، وكذلك خويا نجيب تيش وكل الزملاء اللي يعني كيساهموا بوقتهم بتفكيرهم من اجل ولا زالوا يعني. وكذلك ما غتفوتناش الفرصه انه نوجه التحيه لعناصر الدرك الملكي بسريه ودامليل على المجهودات الكبيره اللي كتقوم بها من اجل انه فك اللغز ديال هذه القضيه، ولو انه طالت المده مشاهدينا، ولكن كون اكيد انه كاين غموض كبير وغموض كبير. وهنا مشاهدينا وانتم تابعتوا معنا وحاولنا اننا ننقلوا لكم كل الاطراف ديال القضيه، كاع الناس اللي كانوا حاضرين لكم يعني حتى انتم. راه شحال من واحد كيقول انا والله ما فهمت شي حاجه. حنا بروسنا وصلنا لهذه المرحله ديال كتقول كيفاش هذا الولد غادي يمشي؟ واش ابتلعته الارض؟ واش داتو شي حاجه من السماء؟ واش 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 واش؟ اذا هنا الراس ديالك كيحبس. هذا هو اللي غادي نقولوا، ولكن غادي نقولوا مره اخرى انه على الاباء والامهات اخذ الحيطه والحذر في هذا الزمان اللي زمان اللي صعاب، لا من ناحيه الوليدات ولا من ناحيه المجتمع. باش نكونوا فاهمين، حتى الوليدات ما بقاو ساهلين، حتى الوليدات ولاو حركيين، حتى الوليدات ولاو فضوليين باغيين كل شيء. ما بقاش ذاك الزمان ديال بكري ديال الوليد كتحطو في البلاصه يبقى محطوط فيها بحال الامانه كما كنقولوا. الان ولا الوليد باغي يكتشف، باغي يعرف، باغي الا طلقتيه وخليتيه على راحته يقدر يقلب لك دار كامله. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، الله يدير التاويل ديال الخير، هذا ما نتمناه. كنتمناو ان شاء الله في الساعات وفي الدقائق المقبله نسمعوا اخبار الخير، وهناك مستجدات وحصريه على قناه شوف تيفي سوف نوافيكم بها في القادم من ساعات. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي خليكم معنا ما تمشيو فين. إلى اللقاء، لا زالت تغطيتنا مستمرة إلى حين عودة هشام الصغير، الطفل اللي عنده عام وتسع شهور واللي مختفي. اليوم ولات عنده عام وعشرة شهور، لأنه عنده زادت شهر ياك أخويا، زادت 33 يوم. الآن ولات عنده عام وعشرة شهور. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، الشهر العاشر، هذا الشهر العاشر هو اللي تزاد ياك لالا، هذا الشهر العاشر داز اختفاء اللي ما شفناهش فيه. كنتمناو العوده ديالو ونحتفلوا بالعيد، نحتفلوا كذلك بالعيد ميلاد ديالو مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ونحتفلوا بالعوده ديالو رفقه هذه الام ورفقه هذا الاب، هذا اللي ما عندهم لا ما يقدموا ولا ما ياخروا. الله يحسن العوان. وما غنفوتنيش فرصه نشكر الناس اللي تساعدوا واللي قدموا يد المساعده للسي عبد الله واللي دعموه بداك الشيء اللي قسم الله. الجاليه المغربيه كنوجه لهم اغلى تحيه على الدعم ديالهم وعلى حس ديالهم الوطني، ودائما في وقت المحنه دائما المغاربه كيكونوا مع بعضياتهم، لهلا يخطينا على بعضياتنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من دوار المنادي جماعه غياث الغربيه اقليم تازه. الى اللقاء.